فعلا يخلص العالم. كمان قال ان الاطفال او اي حد بيكمل في اللعبه دي بيكون فعلا سعيد بانه يموت. وابتدى فليب الفكره بتاعته دي في سنه 2013 عن طريق انه بيعمل دعوه للاطفال من خلال موقع روسي اسمه vk.com. بدأها ان هو بيديهم بعض المهام البسيطه في الاول، عايزين نعرف طبعا الاول كده يعني اول سهل كده. المهم بعد كده لما يخشوا في صلب اللعبه فعارف ان اكيد في اطفال مش هتكمل او الناس دي مش هتكمل معاه اللعبه، وبدا معاهم اللعبه ببعض رسمة روحها مش وقت طيحة في النار نحب لها كان علق ورسمة ثلاثة أخواتها كان هودين بعدهم. وفي تونس انتحر 7 أطفال جراء اللعبة، وأصدرت المحكمة هناك حكما بحجب اللعبة حماية لأرواح الأطفال والمراهقين. أنا شفتها في التليحة حبيت نجربها كي جربها. يقوم بمهام اكبر من المهام اللي طلبها قبل كده، زي انهم يعملوا بعض التصرفات الغريبه او يفرحوا او يعوروا جسمهم، وطبعا قليل اللي بيوصلوا للليفلات او المراحل المتقدمه من اللعبه. بعت لكم لينكات لعبه جديده اسمها الحوت الازرق، مسمينا لعبه دي. انا زهقت من الالعاب دي، الناس بتتكلم عن انها لعبه خطره وبتموت الناس، لما بنجرب بنلاقي كلام وخلاص. انا فعلا سمعت عن اللعبه دي وانها تسببت في انتحار 160 واحد. يا عم ده كلام انا اسجل في اللعبة. مرحبا بكم في لعبة الموت. للاشتراك في اللعبة يجب الموافقة على الشروط التالية. يجب عدم الانسحاب من اللعبة بعد الدخول، لان الانسحاب يعرضك انت وعائلتك للموت. واذا فرض عليك الانسحاب فعليك بالانتحار لإنقاذ عائلتك. يجب عليك تنفيذ مهام اللعبة والالتزام بما نطلبه منك على الفور، وعدم التنفيذ يعني الانسحاب. إذا كنت تمتلك قلبا قويا وعقلا ذكيا اضغط وافق. نيكست. كتابة الرموز المنقوشة على الصورة وتصويرها فيديو وإرسالها إلينا. Thank you.
انت الان حوت ازرق. المهمة المطلوبة لكسب ثقتنا بك، ارسم على يدك اليسرى حوت وتصويره وارسال الصورة الينا، واذا كنت تريد قفل اللعبة مؤقتا دوس على زر التكملة لاحقا وتلقي رسائل بالمهام المطلوبة. ويجب عليك عدم القفل المفاجئ لانه يعني انسحاب.